يلا صباح الخير عليكم يا اطيب واغلى مشاهدين على انغام شمس فريكلان وكادير تيرهانين. نقول لكم نهاركم مبروك، ان شاء الله تكونوا نطوا بخير. وبونجور امل، صباح الخير. بالك تجيني بيزار كي نقول لك بونجور، حنا عندنا قريب ساعه وحنا كيف كيف، نقول لك غو بونجور فوالا، ونقول مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا مرحبا بكم وصباح الخير ومس الخير للناس ولا لا كوميونيتي في ليترونجي اللي راهم سابقينا بسوايع، 8 سوايع حتى 10 سوايع، نقول لهم مرحبا بكم في عدد جديد في كوريا واسيا جديده. بيان سور لخص جماعه الكوزينه راهم يدورونا غير في اسيا. دونك نقول لكم مشاهدينا مرحبا بكم، عدد جديد ومواضيع جديده وفقرات حبيتوها بالبزاف. أكيد طبعاً نستناو اتصالاتكم عبر الرقم 023-80-39-46. تقدروا كذلك تتصلوا بنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا سميرة تي في، على الفيسبوك، انستغرام، تيك توك، وحتى على قناتنا الخاصة على الفايبر واللي هي سميرة تي في، وتلقاوها بالبلو مارك. أكيد راح يكونوا فيها العديد من المقاطع اللي يهموكم. وقبل ما نروحوا، شحال شابة بلادنا يا خويا يا خويا، شفتها في الفيديو في الصحراء. فيديو كليب اللي دخلنا به ما شاء الله، الصحراء ديالنا الصحراء تاعنا شابه بصح السعله تاعنا واعره. ما حبيتش نقرا خاوتي من السعله، ما فهمتش. عمك سقسيت الميدسان لا ديرنيير فوا، قال لي من لاكليم، وحنا استوديو كي شحال هنا ساز. وي لا لا، وثاني تاع على بالك كاين واحد الاعشاب، واحد الخلاطه الطبيعيه ريان، انت ما تحبش هذا الخلاطه تشعلي لاكليم ساز في عز شهر فيفري، صافا شويه. لها غالب كيما يقول لك، الله غالب سي بلو فور كو نو، باسكو الكليما ما عادش كيما كان زمان. شوفوا مشاهدينا يعني باش نصارحكم، انا نحب الدفاع نورمال باسكو الشوفاج في الدار، وعادي منطقي جدا انه في شهر فيفري نكونوا مشعلين شوفاج. صح. سعداوي تحب لاكليم دوكا ساز، هايا دوكا فهموني، اذا راكم حتى تتصلوا بنا قولوا لنا شكون اللي راهو جوست، شكون اللي راهو. راني قلتها مشاهدينا، المناخ ديالنا ما عادش كيما كان زمان، لما تخرج وتلقى في عز فيفري تلقى درجه الحراره 25 ولا 24. انا شفالها كي كنا صغار كان فيفري -1 -2. وين هذه؟ والله هنا. أباوي 10 سنوات الأخيرة في الجزائر تغير المناخ، ما عادش كيما كان. معلش معلش، يلا مشاهدي ما كاش كيفاش تجاوبني، ما كاش. مانيش حاب نبلغ سيدك برك. أول شيء خلينا نبداو بفقرتنا الأولى واللي هي كوزينتنا بعد الفاصل القومان. الشيف آسيا صباح الخير. صباح النور رياض. آسيا اللي تجينا دائما بالشلف، الله الله. واش راه صافا لاباس انت كامل؟ واش راهي بخير؟ راهي بخير الحمد لله. كاش برد ولا لا؟ غير هو ولا غير هو والله اكثر منا انتوما ياك، من في السخانه دايوغ في الصيف تكون شلف معروفه باللي من بعد الحراره. لا لا الصحراء خاطرش عندهم كليما ساك. نقول لك شاف صباح الخير. صباح النور امل، واش راكي لاباس؟ الحمد لله يا ربي. لقيتي طريق فارغه لحقتي تمتم الحمد لله. الحمد لله. هي شلف معروف عليها انها مناخ ديالها مناخ جاف، في الصيف تكون بزاف سخونه وفي الشتاء تكون بزاف بارده، بصح الشيء الجميل انه الناس اللي عندهم مشكل الربو والاخر يقدروا يعيشوا في هذه الولايه. صح صح. خيزاليز وي صح. يلا نبداو اسيا، واش نبداو بالحلو. اليوم عندنا كيك تاع تمر، نحتاجوا فيه 3 حبات بيض، نص كاس سكر، نص كاس حليب، نص كاس زيت، نديروا فيه 10 حبات تاع تمر. هذا الكيك صحي ويستحقوه راجعي شهر رمضان ان شاء الله. نديروه في السحور ولا نستحقوا فيه الجوز، ونستحقوا فيه وحده خميره تاع الحلويات ولا فاني، ونزينوا باللوز ايفيري. نخلطوا كامل المكونات السائله مع بعض، من بعد نديروا فيه 2 كيسان فارينه ونزيدوا لها الخميره تاع الحلويات. كي تخلطوا هذو السوائل نضيفوها للنواشف اللي هما الفارينه والخميره، من بعد نروحو نديروهم في هذا المول بعد ما ندهنوه بالزبده وبالفارينه، ونديروه في الفوق على 180 درجه واحد 20 مينيت 25 مينيت يكون واجد. ونزينوه من الفوق بالجوز، القرفه، لوز ايفيلي، حبيبه عتمر. البنه راح تكون مضمونه اكيد ان شاء الله. بغلط راح نعاود نولي لك ان شاء الله في النص ساعه الثانيه، ما يبدا خدمه شويه. يلا بون كوراج اسيا، يسلمك، مع السلامه. دونك مشاهدينا الان وصلنا لفقره تحرك في دارك، كما دائما عودناكم ودائما نقول لكم انه ضروري جدا انكم تمارسوا تمارين رياضيه حتى انتم في داركم، مالغري كو انا مانيش ندير هاد الايامات. يلا صباح الخير عليكم، سميرة مورنيك. اليوم جيتكم بحصه 100% كارديو، راح نخدموا فيها السيستم كارديو فاسكولار تاعنا بتمارين جد وبسيطه جدا.
ونبدا ان شاء الله بالليشوفمون بالعقل ولا شي لي بغا بالعقل بعد تيري لي برا فير لو طوندو لا فير ان سول كوتي لوطرو كوتي دوسمون نهبط هنا جونو فير اكستيريور راهي بيان ولا شي بدا بالعقل هلا نبدا هنايا دوسمون دون فاس توجور راشي لي برا ونشوف قباله صدري الفوقه واني نخدم هنايا ريسبيراسيون انتيغري لي برا توجور هنا 1 اي 2 فوالا نكون شويه رابيد ونخدم هنايا تري بيان يدي الفوق هنا Respiration toujours. Voilà. Très bien. J'ai placé la gueule. Comme toujours. Fif. Il dit à la gueule. Respirez la gueule toujours. Donc, vers l'avant, les genoux. Qu'est-ce que tu as fait? Les genoux sont très forts. Avec la respiration, les abdos serrés. Toujours. Cherchez le داخل. زير مليح لي زابدو تاعي تري بيان مرو ليكزارسيس الاخر اللي هو جامبينغ جاك تري بيان راشي هكذا كملنا لي شوفمون تاعنا دوكا جوزو ديريكتومون لي زيكزارسيس دو كارديو الوغ نبدا هنا بالعقل نحكم لا جون دروات تاعي نخدم هنايا 1 2 3 4 5 نبدل هنا 5 4 3 2 1 نعاود نبدل هنا دوكا نروح لقدام هنايا 5 فوا نعاود نبدل هنايا 5 فوا تري بيان نعاود نجي هنايا ونخدم رابيد نكون ان بو رابيد هنايا لي فونس تاعي تري بيان لاك لا ريسبيراسيون توجور نعاود نجي او ميليو هنا راح نخدم دي سكوات فيرمي نا هاد لي زيكزارسيس كامل راح يخدموا لي لو كور تاعي طلع بيهم سيستيم كارديو فاسكولار تري بيان كور سير بلاس اكسيليراسيون رابيد فوالا اون في لا روتاسيون هنا هوب Toujours la respiration. Non, pas de squat. Non. Très bien. On commence jumping jack toujours. Non. On utilise toujours la respiration. Alors, c'est des exercices. Nous faisons avec eux. Hakdaya, on fait avec eux un moment petit. تاع 30 ثانيه ونريح 10 ثواني ونبدا ب 20 ثانيه ونريح 10 ثواني ونكمل وهكذا قد كملنا الحصة تاع نهار اليوم نتلاقوا في حصة واحدة أخرى إن شاء الله ورجعنا بكم مشاهدينا الكرام نعاودوا نرحبوا بكم من جديد ومرحبا بكل واحد وحدة التحقوا بنا الساعة الموضوع نهار اليوم راح يكون في فقرة الصحة هي الصح عن التهاب المفاصل وعلى بالكم باللي الأخصائي اللي حاضر معنا طحنا عليه بواحد لي كيستيون أكيد في المجال ولا خارج المجال؟ دونك راح نكتشفوا مع شكون راح يكون حاضر معنا بعد الفاصل بقوا معنا. ونسعد باستضافة عبد الحق عبد اللي المعالج الفيزيائي صباح الخير صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم صباح الخير المشاهدين اللي يشوفوا فينا دوكا انا نقول لك ما لقيت ما نقول لك انا لازم نبيع المشاهدين احنا ما نخبوا حتى حاجة على المشاهدين
باغ هو في سال داتونت. انا رحت باش نفهم الموضوع اللي اخترته لنا اسماء من خلال عبد الحق، فقلت له دكتور قال لي حبسي حبسي حبسي، بالك تقولي لي دكتور حيصير عليها مشكل. عبالك بلي عبد الحق احنا الجزائريين اون جينيرال كيفاش عاملين قبل ما نتكلموا على التهاب المفاصل، انه لو كان واحد يعطي لك كنصيحه انه لازم تتبع هذه وهذه ونلقى راحتي من خلال واش قلت لي ديري، نشوفك كطبيب انايا كلها رجع الناس هكذا كل حال. مي بون احنا باش نيفيتيو برك لي كونفلي برك هذا ماك نسمي الاسماء بمسميات فوالا هذه هي. يلا اليوم راح كما قلنا راح نتكلموا على لاختروز ولا على التهاب المفاصل. اول شيء لما نقولوا لاختروز وشنو هي باش نزيدو نبسطو اكثر؟ طيب دوك نعطو بارك امتي ديفينيسيون راني نسي نبسطها الماكسيموم باش الناس كاع براتيكمون يعني يفهمونا ولا يقدروا يفهموا هاد المعاني هذوما، باسكو راك تعرف حنا عندنا شويه لي ديتاي تكنيك وديتيرمينيزون يعني ميديكو باش نقدروا نسامبليفيو المعلومه. كي نقولوا نارتروز بور فار سامبل هي اون يعني تاكل في الغضروف راك فاهمني، دونك سي لي جو دو كارتيلاج. هاد لي كارتيلاج هذا سي كوا؟ حنا نعيطوا له ستا لوبريفيون ارتيكولار. دونك عباك بلي انايا المفصل تاعي عندي دو زو داكور، دونك دو جوانتور ارتيكولار. دونك ايماجين المفاصل تاعك لازم لهم شغل ان بتي لوبريفيون. دونك نعطيك مثال زعما كيما الكاراج، شفت الكاراج؟ دونك باغ اكزومبل في الكاراج في لي دو كوتي واش كاين؟ كاين لا كريز. دونك ايماجين كي يكون لا كريز كي نطلع ونهبط الكاراج شفتو كيفاش يزلق رابيدمون. ايماجين لو كان زعما كنحي لا كريز هذا واش يصرى الكاراج تاعي؟ شفتو بلي يطلع ويهبط ديفيسيلمون يغان في رطبه تاكل صح. دونك لو كارتيلاج عنده لو ميم رول في المفاصل تاعك، دونك عنده سي سا لو لوبريفيون ارتيكولار. وكيما باغ اكزومبل كي نهضروا اليوم على لاتروز، لاتروز يعني قادر تجيني بليزيور فاكتور دو ريسك، كاين بليزيور فاكتور دو ريسك. حنا نهضروا على اليوم كي بريدومينغ يعني الناس لي ماجوريتي تجيهم، يعني كي تجينا حنايا ماجوريتي نسيبو عندهم اكثر الحالات اللي يجوا عندهم اكثر الحالات فوالي ليكم، باسكو باك كيما قلت لكم كاين بليزيور فاكتور يعني كاين عده عوامل اللي قادر باش تحكمك بها لاتروز. لو برومي اي طولوس ان فاكتور ديجينيراتيف، دونك سي هناك تاكل يعني لا ديجينيريسونس تاع هذاك لو كارتيلاج. وكاين لو دوزيام سي موان فريكون بزاف واست ان فاكتور تروماتيك، باغ اكزومبل تو سوبر ان تروماتيزم يعني كاباب تاعك اكسيدون طيح راك فاهمني، دونك قادر يصير لك تاكل في هذاك الكارتيلاج. مي قلت لك هذاك مون فريكون ماجوريتي حنا اللي يجونا الناس هو كي يكون عندك باغ اكزومبل لو فاكتور ديجينيراتيف صح. هذا لو فاكتور ديجينيراتيف هذايا دوك نعطيكم باغ اكزومبل واحد المثال صغير. دوك انت كي زعما تلحق ان سارتان اج راك فاهمني، تلحق جو سبا انا بالك لي 40 لي 50 لو كان زعما تكون عندك اون موفيز هيجين دو في داكور دو باز صاف ديك مدي دي زاكتيفيتي فيزيك وانت انسان باغ اكزومبل تخدم في البيرو بزاف، ايماجين عندك اون موفيز بوستور اكسيتيرا اكسيتيرا. وعندك حتى بالنسبه للوزن عبد الحق اللي يكون بزاف سمين وي هادوما شوفي هادوما المفاصل اللي تاثروا بزاف في الوزن هما يعطونهم سي دي مومبر بورتون، دونك لي مومبر انفيريور ماجوريتي هما شكون لي اونش لي جونو لو دو لي شوفي هما اللي تاثروا بزاف في الوزن. باغ اكزومبل لاترو سيرفيكال ما تاثرش بزاف بالوزن، بالك تتاثر عليه دون فاسون انديريكت باسكو كيلكان كي يكون اون سور بو اوتوماتيكمون ما يكونش اون بون سونتي داكور، بالك تتاثر عليه دون فاسون انديريكت بصح. باغ اكزومبل لي موبل انفيريور كيما لي جون ولي اونش كدا هما اللي يتاثروا بالوزن باسكو هما اللي يرفدوا هذاك لو بوا هذا دونك بها يتاثروا. مي انا نهضر اون اتروس دون فاسون جينيرال. وشنو هما المفاصل كيما قلت لك اللي يتعرضوا بزاف للضغوطات هذوما؟ سي كو دي سيرفيكال دوكا سورتو في هاد لا جينيراسيون هاي دوكا باسكو ماجوريتي كاع حاكمين تليفون كاع يخدموا في البيسي في البيرو، معظم الناس كاع سي دي زومبلوي سي بون سيدونتير يخدموا في البيرو، دونك عندنا البروبليم تاع لي سيرفيكال اللي نتعرضوا بزاف ليها بزاف اللي تحكم في صحي الناترو سي تاع جونو. جونو سي لا بلو فريكونت، لاتروس دو جونو هي لا بلو فريكونت، وعندك لا اونش وعندك شويه لو دو هذه هي. و في الظهر وين اكزاكت عبد الحق؟ في الظهر باسكو باك في لا كولون فيرتيبرا عندنا بليزيور كيما قادر تكون ما بين من ال1 باسكو باك بلي في لا كولون فيرتيبرا هذه الكوتي هذايا لا لا دوك سي لي سيرفيكال داكور هذه باسكو باك الظهر يتنقسم اون بليزيور بارتي، دونك عندك لي سيرفيكال عندك لي دورسال وعندك لي لومبار داكور. دونك ايماجين فقره من فقره قادر يصير لك ان باسمون تماك اللي قادر تحكمك اون اتروز في العمود الفقري وي في العمود الفقري. دونك باغ اكزومبل في الجونو عندي باغ اكزومبل هم ديك لو دو كونديل هم ديك العظمات هذوماك وعندك لو بلاطو تيبيال، دونك هذوماك واش يصرى لهم؟ نورمالمون يصرى ان فيد نورمالمون باش المفصل تاعك يقدر يتحرك لاباس به. الو في لاتروز واش يصرى؟ يصرى لك شغل ان بتي بانسمون اكثر، دونك اوتوماتيكمون يوغا احتكاك كيما نقولوا. اسمح لي عبد الحق باش نزيدوا نفهموا مشاهدينا الكرام، احنا هنا في العيد الكبير كي نذبحوا ونخرجوا هذاك العظم كي نشوفوا هذاك العظم نلقى واحد الغشاء من فوق هذاك هذاك سي لا كابسول فوالا هذاك بون تما كادي يعطوا راسي لا كابسول هذيك يعني شغل واحد لا مومبران هذيك شغل تخبي المفصل على كل حال. في المفصل كاين بليزيو ستريكتور ما كانش جوست لو كارتيلاج دونك هذيك اللي يصرى لها تاكل لا لا حاجه اللي فريمون لداخل قلت لك فريمون شغل حاجه فريمون خفيفه هاد لو كارتيلاج هذيك سي دو لا كابسول يعني اللي كي باغ اكزومبل طرت كاين كبش ولا مام في الدجاج
انني نسى كي نقول الدجاج ولا باك يعني نقوا بلا ما يرو ماركيو هذه الحاجه. هما تماك هذيك سي لا كابسول تماك يوغا دو كارتيلاج. راح نوصلوا معك ولكن استقبلوا اول مكالمه هاتفيه. صباح الخير. الو صباح النور. صباح الورد. مرحبا فايزه بالتفاز اخويا. مرحبا بك الاخت فايزه. اش راكم لاباس؟ لاباس فايزه؟ لا لاباس. ولا عليك انتيا يسال عليك الخير. راكي وردة الساسة الله يفطرك بالعين. يطول في عمرك ويفرحك ديما فايزة. الله يرضى عليك. آمين آمين. انتيا ورياضة ربي يخليك الأخت فايزة. شكرا فايزة. كي تشوفي في الموضوع تاع نهار اليوم؟ اختي عندي اختي حكمتها اللي تغوص في رقبتها وتلمام كي تروح للطبيب ولا ما تزلش عليها. ما زلش عليها. ايه ما يزلش عليها. ما يعطيها تشكك يعطيها بصح والله ما يزلش عليها. قولي لي فايزه بعتها عند المعالج الفيزيائي عند الكيني؟ لا لا يعطيها هكا تشكك برمادة ما ي... معليش تبقاي معنا دوك يجاوبك ان شاء الله. شكرا لك فايزه. شكرا شكرا صحيح. شكرا دوك. نرجع لك عبد الحق. هي المعروف يعني عندنا احنا كلنا انه يقول عندنا هذيك الفكره انه اللي تحكموا لاكتوز مشغول هي مرض مزمن ما عندهاش دواء. دايوغ راك تشوف واش تقول المراه قد ما داس هي يداويها قد ما كذا هي صح ما صابتش نتيجه. بلي كارتيلاج عباك بلي الكارتيلاج هذاك لو بريفوني كيما قلت لكم سي ايريفيرسيبل. دوك دوك نعطيك مثال. دوك انت باريزوم كيما شفت الخلايا الدماغيه لي نورون دوك ربي يخلق لك اون كونتيتي تاع لي نورون. دوك انت كيفاش تستعملهم راك فاهمين؟ دوك زعماك انسان باريزوم مهموم والغم وكذا ولو ستريس اكسيتيرا باك يلحق ان سارتان اج ويتحكمو باريزومبل الزهايمر. دوك انت كيفاش تستغلهم؟ دوك الكارتير سي باراي. دوك اذا كنت انسان سمين انسان ما ديش ديزاكتيفيتي فيزيك انسان توقف بزاف انسان كذا كذا لا دوك انت تحرق هذاك الكارتيلاج هذاك راك فاهمني؟ كاباب تحكمك لارتروز باغ اكزومبل 40 طون 45 طون 50 طون. دوك انت كيفاش تستغل هذاك وهذاك الكارتيلاج اللي ايريفيرسيبل دوك انت لازم تحافظ عليه. دوك نعطيك مثال باغ اكزومبل كيما في دومان تاع سبور انا كيما لي زاتليت روما كاين حاجه باغ اكزومبل لي زاتليت تاع فوت شحال نقول لك 10 سنين لا دوري تاعهم باش نقولوا خلاص حبس بالون هكذا كابي بريت سي بو في 30 35 35 سنه كابابيلي خلاص ريتريت بورتون 35 سنه وكنجي نشوفو صغير مازالو صغير. علاش؟ باسكو خلاص ايماجين دو كالكان لي براتيكي باغ اكزومبل يعني اون اكتيفيتي فيزيك دو او نيفو دونك سي ان بروفيسيون كاين بالك دي زاتليت يعني اونترينو بي كوتيديان اونترينو صباح وعشيه بوندو احسن من يكون صغير. بصح اسمح لي عبد الحق كيما لي زاتليت والاخر عندهم لي ميدسان تاعهم عندهم لي يسويليهم. انا نتكلم على الطبقه المتوسطه احنا الجزائريين بالك تلقاه مسكين يخدم لك حمال ماسون لازم عليه يرفد هذوك الساشيات تاع السيما باش يطلع بها اعمال شاقه وعلا. عمل شاقه صح. دوك هادو من الجور هادوما دوك حنا نهضر عليه بهاد يعني مور النقطه هذه إيه؟ لو برومي نقطه اللي قلت لكم عليها سيكو هاد الكارتيلاج هذا سيكو عنده كيما قلت لك اون دور دو في داكور. دوك لازم تعرف كيفاش تستغلو. ايماجين هادوما لي زاتليت بورتون سان اتليت و مورون فورس يو بيا مي لو فات كو سي لا سور اوتيليزاسيون تاع المفاصل تاعك يجي نهار وين تحكمو لا تروز كا بابا 35 المفاصل تاعهم يولوش كيما كون. ايماجين كيكون يجري كيكون في عمر ما بيش 10 سنين اسم بالك من 10 سنين هما يونترينيو حتى يلحق 35 اسم بالك 15 يونطريني كل يوم دوكا يدير ان ستريس ميكانيك عظيم على المفاصل تاعو طو طار صافا بيي كاش فهمتني. دوك لي جون هادوما اللي يرفدو باغ اكزومبل حاجات ثقيله الناس اللي يحملوا اكسيتيرا هادوما الناس علاش يحكموا باغ اكزومبل سو جور دو بروبليم باسكو دو باز المفاصل تاعهم ماهمش قادرين يونكيسيو هذاك لو بوا. دوك نعطيك مثال اي انسان يرفد حاجات ثقيله ضر ولا حاجه عارف باللي ماشي هذيك حاجه اللي ثقيله نو سيكو انت الجسم تاعك ماهوش قادر يونكيسيها فهمني. وي دوك انا نعطيك مثال جامي ما نقول باغ اكزومبل لي زاتليت تاعي ما ترفدليش هذيك الباره باغ اكزومبل اون بات 30 كيلو باغ اكزومبل سيكو البروبليم ماروش في البوا لو بروبليم راه في لو كور تاعك اسكو قادر يونكيسي هذاك لو بوا. دوك نعطيك مثال باغ اكزومبل ان اتليت عنده كومبيتيسيون تاع 300 كيلو تاع باره دوك انايا ولا ليكيب تاعنا واش لازم نديرو؟ لازم نبداو نرونفورسيوه ونبداو نخدموه دون فاسون يعطيو لا اون ميز اون شارج بروغريسيف يعني بروغريسيف نبداو باغ اكزومبل 300 كيلو باش يبدا باغ اكزومبل زعما نقولو يبدا ازيرو يبدا بال 100 105 110 100 وكذا حتى يلحق هادشي باسكو علاش لي ستريكتور تاعك انت قد ما كي تعطيهم قد ما يلفون سادابتي داكار باش يرفد 300 كيلو. دوك انت اذا باغ اكزومبل رفدتي حاجه ثقيله وضراتك صافي با دير كو هذيك الحاجه ثقيله نو الجسم تاعك راه ضعيف بارابول هذيك ماشي جاهز باش يتحمل هذاك صح. هاوليك المشكل يعانوا بزاف بعض الناس يقول لك لا ما نرفدش حاجه ثقيله نو هذه حاجه غلطه حاجه ثقيله ولا كي ترفد حاجه سيكو في لي زيتود تندارت باللي حاجه مليحه للجسم.
عبد الحق عبالك هذا الموضوع بزاف طويل ويهم بزاف الجزائريين. انا نعاود فقط نعاود نولي الاتصال تاع فايزه قالت لك باللي اختها كانت تروح عند الطبيب ويعطي لها دي كالمو وما ارتاحتش. اسكو صح واش دارت انها اكتفت برك بالطبيب؟ وانا سالت لها قلت لها اسكو راح عند المعالج الفيزيائي اسكو كافي برك نروح عند الطبيب يعطيني دي كالمو وخلاص وتم تحبس؟ هي شوفي دوك انت كي تروح باغ اكزومبل عند الطبيب لازم دو باز لازم التشخيص تاعك يكون بيان دوك لو بون دياغنوستيك هذا دو ان كي نديرو لو بون دياغنوستيك هذاك لو كان ديري جوج دي كالمو شون تو تيرات برك لي سيمبتوم يعني الاعراض دوك نعطيك مثال انت كابور عندك بروبليم في الكود داكور نقولوا زعما دايرك التهاب دوك تي كي هذاك كي تاخذي لي كالمو كي تريتي برك الالتهاب فقط داكور بصح ما كاينش تريتي لوريجين تاع المشكل تاعك دوك باغ اكزومبل كي بعث عند معالج فيزيائي دوك حنا واش نديرو دوك حنا نافو نيكزاميني ونشوفو باغ اكزومبل اذا البروبليم تاعها ايماجين زعما نقولو تخدم باغ اكزومبل بزاف نشاف باغ اكزومبل زعما تعجن ولا حاجه دوك دير بزاف ستريس نقولو باغ اكزومبل على الكود تاعها راهي تضغط صح دوك حنا اوبليجي واش لازم نديرو نديرو تقويه العضلات اللي يحيطو كاع هذا المفصل دونك قد ما العضلات كانوا قويين قد ما يقدروا يونكيسيو لاطاش كوتيديان قد ما يغا با بروبليم سورتو حنا نسى عندنا هذا المشكل انه عندنا العضلات تاعنا ضعيفه بارابول لوم بارابول لوم ديجا طيب عبد الحق ولكن انت واش قلت لنا قبل قليل قلت لنا انه لما يفرغ هذاك المفصل ولا جوسيبا كوا هذاك من ليكيد لوبريفيون ماهوش راح يعاود يخلق من جديد ولكن هنا الدور تاع الفيزيائي فاش راح يكون صح دوك حنا الاولاني توجيه راك فاهمني دوك حنا كيجي ليا نفهمو قبل ديجا دو باش واش كنت نفهمكم ودو دو كيفاش اون دوا بريفنير يعني الوقايه باش ما تحكمنيش هذا المشكل باسكو ماجوريتي تاع الكا لي جون جونا كو سي خلاص سي طرو طرا طفرت دونك لي جون لي جونا قبل حنا ننصحوهم نقول لهم ردوا بالكم طيحهم في هذه الحاجه دونك وشنو هي الوقايه لي فريمون باش ماشي نتهناو منها انه نيفيتيوها الماكسيموم باسكو با كاين با مال اني دو فاكتور يدخلوا ان جو بار اكزومبل دي فوا سي جينيتيك دي فوا كاين دي جون جينيتيكمون سون با بيان ديسبوزي فهمني دي فوا الكارتيلاج تاعهم لا لو ديسك تاعهم ني با دون بون كاليتي دي فوا ورثهم يدخلوا دي فوا عوامل واحد اخرين منهم رقاد منهم لو ستريس تاعك حياتك كاع يعني كاين امورات خارجيه اللي حنا ما نقدروش ندخلوا فيها فهمتني حنا واش نقدروا نديروا في هذا المجال هذايا ننصحوا وسورتو سورتو نهضروا على حاجه اللي احنا نهضر عليها دوكا هي لو رونفورسمون مشكله كيفاش نقدروا نديروا الوقايه يلا قول لنا احكي لنا نبدا طريبيا دوكا وشنو هي الحاجه اللي تروازيام بوين نحب نهضر عليه كيفاش نيفيتي المشاكل تاع المفاصل كومبلي تاعي داكور ماشي غير لاتروس كيفاش فريمون نوقي المفاصل تاعي الوقايه المليحه الحاجة الأولانية تكون افيك اون اكتيفيتي فيزيك الحاجة اللي ما ديرهاش انت دونك لازمني ممارسة الرياضة فوالا دونك لازمني فريمون اون اكتيفيتي فيزيك باسكو هذاك الاكتيفيتي فيزيك وسبور مجال بزاف كبير وكان قاعد نهضر عليه ما يخلاش باسكو الدومان تاعي فريمون ما يخلاش وشنو هو لو بيان في روح كان تروماركي اي انسان عنده بروبليم في قلبه روح دير سبور طوح عند كارديو روح دير سبور بنومو دي سبور هذا خلينا نهضروا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك في الحركه بركه يعني كل ما تتحرك عليه الصلاه لو كان نهضروا على سبور سي لي بيان في تيو ما يخلصوش دوكا مي حنا نهضروا بوكو بلوس على المفاصل شوف دوك انا المفصل تاعي كما قلت لك الفا سوبر دي كونترينت ميكانيك دونك نعطيك مثال كيما لي فام الجيريان ماجوريتي نقولوا توقف لك بزاف الكوزينه لان توجو نضرب هذا المثال هذا باسكو لي فام اللي تبعوني بزاف دونك ايماجين توقف بزاف تقول لي انا باغ اكزومبل عندي سطر بزاف الجونو تاعي كي تجي باغ اكزومبل تجي عندنا نقولوا نيكزامينيها ولا يشوف باغ اكزومبل طبيب لا رجوله ما نصيبو والو درت لي انا ما كاين والو الاخر ما كاين والو كاين بزاف ناس اللي يعانوا من هذا الشيء تقول لك دارت كلش وما كاين والو سي كو دي فوا ما لازمش تكون بك حاجه باش تجيك دولار دي فوا سي لا سو سوليسيتاسيون كيما قلت لك لو فات كون تي توقفي بزاف واش يصرى؟ يصرى لك ضغوطات كبيره يعني دي كونترينت ميكانيك على الجنو انا وحده نحس الكوخ تاعي يتنمل في الليل يعني جوست ما نخرج من الكوزينه والاخر كي نحط روحي نحس لو كوخ تاعي كامل يتنمل والله العادي اي بورتون مارس الرياضه ما نكذبش اي فوالا دوك بالك تماك دي باسيتي بالك لا ليميت ديالك علاش تضحك؟ ما فهمتش علاش كل ما نهضر على الرياضي يضحك راك تتخيل فيا دوك قلنا باللي لو فات كو داك دير ضغوطات كبيره على المفاصل تاعك داكور دير ضغوط على المفاصل تاعك دي فوا يصالك شغل اون اكيميناسيون يعني تراكمات دوك ايماجين باغ اكزومبل الكاس راك تعمرو بالقطره قطره 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 يجي نهار ويفيد الكاس الوغ يفيد الكاس ودي ديكلونشي لها اون كريس دو دولار كي تجي تيكزامينيها الوغ ما كاين والو مي فات كو دارت بزاف وقفت بزاف وزد مع لو سور بوا وكذا 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 يوغا اون كريس دو دولار دونك اوبليجي لو كور تاعها لازم يروبوزي كيفاش نقدر نيفيتي هاد الحاجه باش ما تحكمنيش بزاف وكيفاش نوقي روحي باش ما نديرش هادو الضغوطات باسكو هاد الضغوطات مع الوقت راح تحكم لي لاطروس بيان سور داكور ابري اون بون شي سيمان
une année, deux ans, trois ans, imagine dix ans, t'as un kiff ou la quinze ans de kiff qui te l'a 40 ans, ça se peut bien qu'il y ait qu'un pincement. Donc, plus il y a un surpoids, c'est le combo parfait, n'est-ce pas? Mm-hmm. Imagine, tu as besoin d'un surpoids. Donc, on a aussi les mêmes dérous. Bon, tu as la douleur, mais tu as la douleur, tu as la douleur. 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 العضلات ديالنا لو رول تاعهم كاين بليزور رول مي فهاد لو كا واش لو بوين اللي نقدر نفيدكم به سي كو العضلات اي سونا بور بروتيجي المفصل دونك نعطيك مثال باغ اكزومبل كيما لي كوادريسابس هادوما تاع لا كويس سي كو العضلات هادوما بزاف قويين دونك بيهم اللي راك راح يخليك يرفد الجسم تاعك ويتمشى به دونك كاباب دي جون لي ما باش يعني يوزنوا 100 كيلو ولا دونك ايماجين حنا في المفاصل نقيسوها بار كيلو دو بريسيون دونك عباه كاين بزاف ناس تبعهم سمان يقول لك باللي ننقص بكيلو نحس جنو تاعي خفافو سي كول تماك هي ليكيفالونس 1 كيلو ليكيفالونس دو 4 كيلو دو بريسيون دونك ايماجين عبد الحق سي 1 كيلو سي ليكيفالونس دو 4 كيلو دو بريسيون دونك ايماجين كي نقص بكيلو صافي دير كي نقص 4 كيلو دو بريسيون على المفاصل عباه تقول لك انا نقص بكيلو حسيت المفاصل تاعي صافي خففت يا نقص بكيلو كيلو سي غيان بالك فيزوالمون مترو ما كاش ميم با بصح نقصت ب 4 كيلو تنقصي 2 كيلو صافي دير كي نقصتي 8 كيلو دو بريسيون على المفاصل صدقيني 8 كيلو دو بريسيون المفصل تاعك حيدعي لك يدعي لك فريمون بالخير الو ايماجين دونك نتايا راك ديجا دو باز راك تزيد في لو بوا دونك راك دير ضغوطات كبيره زد توقفي بزاف هنا واش يجي لو رول تاع العضله العضله قد ما كانت قويه قد ما كما قلت لك الفا بروتيجي المفصل تاعك دونك هذوك لي كونتريت ميكانيك ضغوطات اللي صراو ينقصوا ماكس ينقصوا نقولوا بلي العضلات تخفف الضغط هذاك على المفاصل باسكو المفصل الرو تاعو اسمه مفصل دونك اللي لا بور هذا ما كان لا موبيليزاسيون سيتو اللي با لا بور سوبورتي هذاك لو بوا هذاك دونك قد ما كانوا العضلات ديالي قويين قد ما اوتوماتيكمون حيرفدوا هذوك لي كونتريت ميكانيك لاني نعطيهم لهم في لا جورني رونفورسمون الى اوبليغاتوار تو سامبلومون مي انا راني حاب نفهم حاجه سي جو كومبرون بيان اذا راني فاهم مليح انه كما قلنا لي سبورتيف كي يبداو من الصغر ومن بعد يقدروا على لاج دو 35 تحكمهم الارثروز دونك ما لازمش نديروا بزاف سبور وما لازمش ما نديروش كامل لازم نمشوا باسكو هادو ماكسي دي فيرمون سي دي بروفيسيونيل راك فاهمني دوك باغ اكزومبل انا ولا انت اوني با دو بروفيسيونيل هذاك ميتي تاعو دونك اوبليجي اونطريني دو فوا فاهمني ايماجين تاع كل يوم اونطريني دو فوا فوالا كيما فوتبول تشوف لي سبرينت دوك عندهم واحد لي تكنيك مع لي بريباراتور فيزيك تبعك ديرها اون سيمان تقعد بلي كورباتور شهر هاك فاهمني دوك ايماجين هو بون مانيش هاك فاهمني دوك ايماجين زعماك هو كل يوم دي فوا كل يوم كيما قلت لك دي فوا يطيب بي كوتيديان بوندون 10 ولا 15 عام هاك فاهمني ابي قال لك مام نبي صلى الله عليه قال لك باللي خير الامور الوسطيه دوك حنا ما لازمش نكونوا كاتاستروفيك سيدونتير ما نديروش سبور ما نديروش اوكين اكتيفيتي فيزيك ودي فوا ثاني ما نديروش يعني بزاف ما نديباسوش لا ليميت هاك فاهم دو بريفيرونس نقعدوا في الوسط فوالا ويقول لك اذا زاد الشيء يعني حدو مقلب على دو بيان سو يولي سي كونت بروديكتيف اكيد مادام رانا نتكلموا على الرياضه والحركه وغيرها يرافقها كذلك نظام صحي كما قالت اسماء قالت لي قولي له النظام الصحي كذلك بيان سور عنده دور مهم بيان سور انا توجور نهضر على لومسي لي 5 هضرتها ديجا في ليميسيون اللي فاتت لي 5 باز دور انا نسميهم لو 1 سي لاكتيفيتي فيزيك قواعد ذهبيه ذهبيه فوالا باش تكوني اون بون سونتي باسكو انا ماجوريتي كاين دي جون كيجوني نسقسي على 5 عفايس هذوما اذا درتهم وكش نقول لك يعني ديرهم بيان وراك بيان فيهم ومازال عندك لا دوله تماك اللي صح تحقق الناس بريكتيز ميديكال تماك صح لازم تحقق طبيعي باسكو ماجوريتي تاع الناس يكونوا بروبليم تاعهم هاد الخمسه الاولانيه سي لاكتيفيتي فيزيك الدوزيام سي لو سومي الرقاد باسكو دير في بالك حاجه دوك تيدا انسان تتعبي بزاف ولا كاليتي دو سومي تاعك اللي كاتاستروفيك كيفاش حتريكوبيري الجسم تاعك داكو الجسم تاعك ما يقدرش يريكوبيري دوك تي كدير ضغوطات راك دير دي ميكرو ليزون باغ اكزومبل في المفصل تاعك دوك ايماجين باغ اكزومبل لو سومي تاعك تقعد دير لينا في انستغرام حتى جوج تاع الصباح ماذا تموندي على 6 دونك لو روبو الاستشفاء تاعك ما يكونش بيان ولو لوندومان حتى تعاودي ديري ميم ضغوطات قولها له هو يمشي بزاف لو لوندومان لو لوندومان الكوميل يصار لك مشاكل دونك قلنا اليوناني لي زاكتيفيتي فيزيك دوزيام لو اون فال اكتيفيتي فيزيك دوزيام رقاد تروازيام نظام الغذائي لاليمونطاسيون هذه باينه تروازيام والكاتريام سي لو ستريس والخامسيام سي الماء لي بزاف ناس تانتي يتجاهلوها باسكو الماء عنده دور ما تقدريش ديماجيني في الجسم الانسان انا نقولوا ليسونس تاع الكور تاع البنادم بزاف اكثر من ليسونس كاع لي الكتروليت قبل ما نختموا معاك احنا كنا كجزائريين نعرفوا انه بون نمشوا بهذيك المقوله تاع لازمك تاكل شويه بوزلوف ولا تاكل الوسم والراس تاع البقر ولا العظام غني بالكولاجين ايتو ولكن كاين منهم اللي يقول لك باللي مليح تان لا والله ما نكذب عليك ما عنديش معلومات لهذا الشيء انا كما قلت لك انا حاجه
لي فيري مو لا لا انا كيما لا لا علاش راني نضحك كي بوزيت لو لا كيسيون على بالي راهي خارج المجال ديالك عبد الحق بصح انا واش قلت لك كي كنا في سال داتون قلت له نروح نقطع خير ليا واش قلت لي استنى في بلاسيبو قلت لك حاجه ما كاش منها هذه قال لك هي قطعه زعما لا خوز اه وي عندها دوك اللي قطعوا الخلعه الخلعه كان شاكا طفله هذه والله كل شيء يدفع كلش بالقطع على بالي خلعه الستارت عندها كل شيء يديروا ما تقراش مليح يقول لك قطعه له ولا بصح علاش يقول لك تجيب نتيجه عبد الحق بصح كاين بزاف ناس داروها كاين فيه ما كاش نتيجه حاجه كي تكون باغ اكزومبل اصل حاجه مليحه كسوا انسان مقتنع ولا ماشي مقتنع بها تكون نتيجه وهذه هي اللي قلت لي عليها عبد الحق انه العامل النفسي هو اللي يلعب الدور لما تكون موجد روحك بلي انك لازم تشفى لو كور اوما يقدر يشافي روحه ماشي لازم تقبل هذيك الحاجه بلي هي اللي تشفيك هذوما في القطاع سي كو حاجه فريمون مقتنع بها بلي تشفيه روح تشفى في 30 ثانيه فقط عبد الحق كنا حابين ثاني نتكلموا عليها وقتاش نعرف روحي بلي انا عندي التهاب مفاصل عنده ان سيغتان اج انت قلت 40 سنه ساعات نلقاو حالات استثنائيه بلاك تلقاها في عمره 15 سنه ولا 19 سنه كيما الطفله اللي جات لعندك وكان قالها الطبيب بلي عندها التهاب مفاصل هي شوفي كيما قلت لكم لا دولور فيها كاين دو تيب دو دولور دونك انا كيما قلت لك هذا لابيك لا دولور اي تري كومبلكس دونك فريمون لازم يكون اكزام كلينيك فريمون تري بروفوندي دونك ماشي هكاك برك دونك كي تجيك انت كالك عنده بروبلام كيما قلت لك انا سافي با دير كو عندك ان بروبلام تاع لي سيرفيكال كو فورسيمون تكون عندك اون اتروز سو سبو با دي فاس باس ميسكولار دي فاس جوست العضله تاعك متشنجين يتليبير تصلا دوله تشخيص بيان فهمتي لا دوله كاين دو تيب دو دولار كاين لا بروبيل لي ميكانيك في الاتروز كي تكون داني دوله ميكانيك واش معناتها صافي دير كي نوض نتمشى يوغ ان فروتمون جي دو لا دوله داكور وكاين دوزيام اللي هو اون دوله انفلاماتوار اللي قلتي لي ليها ماجوريتي لا دوله انفلاماتوار تاع الالتهاب هي شتون دوله نوكتور في الليل كي نجي راقد المفاصل تاعي سطرو تما تقدري تفيقي باللي عندك التهاب في المفاصل يعطيك الصحة عبد الحق عبد اللي معالج فيزيائي شكرا على كل هذه النصائح نتلاقاو ان شاء الله بك في عدد اخر ان شاء الله ربي يحفظك ما شاء الله ربي يحفظك ربي يحفظك عمر سعد واش صرا لك البارح في الليل؟ اباك اني قاعده معك دوك وانت كنت تضحك انا رجلي بدات تنمل اباك الحال تاعك عند الدونتيست لازمك تشوفي باسكو الضرسه السابعه هي اللي عندها علاقه بالتنمل تاعنا والله والله غير صدقتك يلا مشاهدينا أول فصل إشاعي وبعد نتلاقى معكم يلا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا وصلنا للجزء الثاني من عددنا النهار اليوم انا اليوم راني حاب نتقاسم مع امل سعدوي واحد لاستيس هكا مادام رانا قريب نوصل اللهم اجعله خير البيبيوتي عندي وصفه كشغل ترجعك تصغاري 20 سنه نعطيها لك خلاص دوكا فقنا باللعب ديالك ما تعطينيش ويوخلا. لا خلاص فقنا له حبي يقول لي بلي بيسك علاش مشاهدينا اللي كانوا يتبعوا معنا هفني قال لي بلي الكوغ تاعك وينمل بسبب الدرسه السابعه يعني ماشي غير انا امنت وسام امنت امل امنت الشيف اسيا امنت ديتنا كاع معاك انا امل اي تحسها ثاني تخزل حبيت تعرف وش الحل مي شيء جميل فيك رياض انك تقدر تاثر على الناس لا لا بس ما نحبش ناثر عليهم بالسلب بيان سور دونك دو بريفيرونس ناثروا باشياء ايجابيه ومن خلال وصفاتنا في فقره بيبيوتي اكيد راح تلقوا اثار ايجابيه على البشره ديالكم على الجسم ديالكم نروحوا نشوفوا وسام واش اختارت لنا كوصفه ونعاودوا نرجع صباح لاباس الحمد لله مانيش نكذب وسام كي قلت لك بلي كاع امنت والله امنت وسكتي حشمت فتحت طفله صغيره يلا تفضل عارفه على وصفه تاع نهار اليوم الوغ اليوم حنشوفو كي نديرو صبغه وجينا بزاف فونسي جينا بزاف غامقه كيفاش نتخلصو منها نحيلوها ونكلاسيوها بوصفه طبيعيه تخي بيان يلا نتعرفوا بيان صباح الخير مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الوغ كيما هدرت من داك نديرو صبغه كسوا عند الحفافه ولا واحد النفطه وتخرج لنا شويه غامقه على واش كنا حابين كيفاش نديرو باش نفتحوها بوصفه طبيعيه هي كاين نقدروا نروحوا عند سالون دو كوافور ويديرنا لو غوماج كابيلير سان تريتمون كيميك باش نتخلصوا منها وكاين وصفه طبيعيه راح نشوفوها اليوم واش نسحقوا لارجيل دونك الغاسول ولا الصلصال لارجيل فيرت ولا بلانش دو بريفيرونس لا بلانش باك اللي عندهم لي شوفو تري غرا هذوك يقدروا يديروا لا فيرت باسكو تنشف بزاف دونك نستعمل زوج مغارف تاع لارجيل البيضاء
لاغشي البيضاء فلاغشي لون جينيرال نستعملوها بملعقه تاع الحطب ماشي تاع الحديد ولا حنا زوج مغارف نزيدوا لها زوج مغارف كبار كيف كيف تاع الماء يكون شويه دافي تياد الماء المعدنيه ونزيدوا لها ثاني زوج مغارف تاع خل التفاح خل التفاح معروف ثاني مليح باسكو يعاون لا كولور تحول تنحى وكم هاد المواد هي شويه قاصحه شويه على شعر سان بو ديكافونت ندورها ثاني الزيت باش تحمي شعر باش ترطبو دو بريفيرونس دويل دو جوجوبا ولا دويل دافوكا ولا دويل دامندوس كيف كيف ندورها ثاني لي غوت دويل اسونسييل تاع شجره الشاي لاربغاتي ندور 3 غوت جوسكا 5 نخلطوهم وثاني نعرفوا باللي العسل يفتح الشعر هذا نعرفوها اي بلوس العسل يكون لا كولور تاعو فونسي غامقه بلوس يزيد يفتح اكثر دونك نزيدوه للخليط تاعنا منها راح يعاون في تفتيح الشعر تفتح اللون تاع الشعر ومنها ثاني راح يرطبو باسكو سا ريست ان سوان سا ريست ان ماسك بور لي شفو اون فوا كل الخليط تاعنا يكون واجد نابليكيوه على عامه الشعر كامل من فوق للتحت ونخلوه واحد 20-30 مينوت ما لازمش الماسك هذاك ينشف كومبليتمون كي تحسوه بدا يتجعد هكا بدا ينشف لازم نغسلوه افيك ان شامبوان ونشفوه ونشوفوا لا كولور اسكو حالت ولا لا هي جينيرالمون تبدا تنقص بصح الا شفتوا بلي النتيجه ما بانتش مليح تو سويت نقدروا نعاودوها 3 جوغ 3 ايام وحده مرخوه حتى وين تنقص مليح لا كولور ابخي الا كان شعر اللون تاع الشعر درتوه في الاسود ولا في الاحمر معناتها اللون بزاف غامق ما يقدرش يتنحى هكذا تما يفو فوار اون كوافيز اون بروفيسيونيل ولازم تصبروا له باسكو ساعه ما باش يتنحى مش حيتنحى بالخف دونك دو بريفيرونس هي قبل ما ديروا اللون تاعكم تعرفوا واش تخيروا سقسيو فوتر كوافيز باش ما تغلطوش بزاف و الا جا شويه فرونسي هاي لك الوصفه اللي شفناها اليوم سهله تري فاسيل افير باش تفتحوا فيه رابيدمون دونك جوست بوغ رابيل زوج مغارف تاع لارجيل بلونش زوج مغارف تاع خل التفاح زوج مغارف تاع ماء معدني يكون دافي شويه زيت جوجوبا ولا زيت لافوكا ولا زيت اللوز باردون و 3 غوت تاع لويل اسونسييل تاع شجره الشاي فوالا جيسبر كو هاد الوصفه تكون فادتكم وان شاء الله على بروشين يعطيك الصحه شكرا لك عبالك الحاجه اللي نحبها وسام في الفقره ديالكم انكم اشاك فوا تجيبونا واحد الوصفات انا ياك نحب هذو الوصفات الطبيعيه وتاع زمان والاخر مي اشاك فوا نزيد نكتشف معكم وصفات جديده جامي سمعت بهم صافي بليزير وما يخلصوش حنا مازال نزيدو نكتشفوا اونكور اي اونكور ما يخلصش سي بيان الحمد لله نو انني حابه تعرفي وسام معليش على بالك هذو الوصفات الطبيعيه ما تاخذ لك سمانه 15 يوم 20 يوم حتى شهر شهرين مي والله مشاهدينا غير فريمون صح عندها نتيجه ونتيجة كما يقول لك كيما حبها الخاطر فوالا حبها الخاطر وما تفسدلكش شعرك فوالا سو بور لابو ولا اللي شبه كيف كيف يفو دلا باسيونس برك هذا ما كان وسام شكون هادو مزوج اذا تشوفي منا من بعيد مانيش نشوف ما تقدريش تشوف هي انا لا نقدر المخرج يورينا يزومي لي برك على لا فوتو شكون هادو الزوج ما يقدرش هاني بيان دوماج هذه انا ورياض عندها تقريبا حوالي 7 سنوات كنا مازلنا انا ليش الله يبارك فكرني بها الفيسبوك قلت نوريها لما لا المشاهدين فهمت لي هذا اليوم فهمت لي هذا اليوم داكور هي بدات الله يبارك الله يبارك ربي يدوم ان شاء الله العشره ان شاء الله شكرا لك دوك نعاود نرجع للشاف تاعنا ونعاود نرجع للشلف كاين واحد الغنيه تاع المرحوم عز الدين ربي يرحمه تعجبني نحلف نحلف ونصيب روحي في الشلف ما باليش اذا تعرفيها ولا لا لا مي شابه بزاف دونك وين رانا واصلين اليوم عندنا طبق تاع اليوم جاي كي شغل اللي ما يبغوش القرنون رايح نخبوه بطريقه كاع ما يفيقولوش عندنا في هذه الوصفه نحتاجو بولي البصل نديرو في الطنجره تاعنا السمن والماء الزبده والزيت نديرو البولي تاعنا والبصل من بعد نقوا هذا القرنون نسحقوا غير في زوج حبات وحبه بطاطا كبيره نديروهم يطيبوا مع الجلبانه كامل يتقلاو مع بعض نديروا لهم لي زيبيس ملح فلفل كحل سكنجبير قزبر مرحي وشويه تاع كركم نخلوهم كامل يطيبوا من بعد نمرقوا نحوا لهذاك القرنون والبطاطا ونروحوا نمرسوهم ونديروهم دي كروكيت داكو من بعد كي نديروا باش على بها تسمى لي كروكيت مي في قولهم ندير الاطفال نديروا لي كروكيت ونروحوا نديروهم في البيض ولا شابليغ ونروحوا نقلوهم
ومن بعد نزينوا بهم الطبقة الثانية. وتحط لهم صوص بلانش. صوص بلانش وي. بالجلبان. بغيت نوضح برك مقبل على الوصفة تاع الكيكة تاع التمر. التمر لازم يميكسوه. ما يحطوش. على بالي يقولوا كيفاش راح نديروا له، يميكسوه باش يخلطوه مع الوصفة المقادير الأخرى. تخي بيان، يعطيك الصحة. نتلاقوا في طاولة التقديم. إن شاء الله يا ربي يسلمك. يلا أمل سعداوي. مرحبا مرحبا. انت واش قلت لهذاك نحلف نحلف ونصيب روحي في شلف، وانا نقول نحلف نحلف ومستحيل نخلف كل المواعيد اللي تجمعنا مع مشاهدينا الكرام. اكيد اكيد. سورتو في فقره فن وابداع مع امل ايت عيسى بعد الفاصل. مرحبا خير عليكم. بونجور ليكي. نحلفوا ما ندوش عندك بصح نلقاو روحتينا عندك امل. كاش كيفاش ما تدوزيش عليا لازم. امل واش قلتي لي في الكواليس؟ قلتي لي امل وي حبيت ندير ان تي كوكو لزين دين كي على ليكول بيان سور جو بو سيتي ليكول في القبعه ليكول لافينير ان ميم طون مي دو بيتي نوفو دونك فوالا. تحية لهم. شوفوا فيك لازم من بعد في السوشيال ميديا تدير لهم الباسات. في اليوتيوب ماما بيان سور. ان شاء الله. قولي لي واش اخترتي لنا اليوم؟ الوغ اليوم حندير ان تي سيرفيس دو تابل. لو سيرفيس دو تابل هذا حنخدموا دون كولور بلا بورسولان اي دو نوتر كولور بلا فيتريا 160 درجة. دونك مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في هذه الفقرة تاعكم تاع فن وابداع، دونك لا كرونيك. راح نستعمل لا غام بورسولان. دونك لا غام بورسولان هذه نقدر نستعملها فوق الزجاج اون ميم طون. دونك وي تروح فوق السيراميك، تروح فوق لا بورسولان بلونش، وتقدر تروح ميم فوق الزجاج. دونك نقدر نستعمل لا بورسولان في لو با، ونقدر نستعمل بوتيتر بوركوا با الفيتريا من الفوق، يا اوكان بروبليم، بصح ما نقدرش نخلطهم بين زوج. دونك ندير التحتاني بلا بورسولان، ولا لاسيات كروز نديرها بالفيتريا. دونك هنايا ناخذ اللون عجبني بزاف، علاش قلت نقدر نستعمله؟ باسكو هذايا سي اون بيل كولور ناكري، دونك شوفوا شابه بزاف سي دون لا ناكر، عجبتني كنت حابه نديرها مع بعض. دونك ناخذ لو بانسو، على بالكم لي بانسو لازم يكونوا دي بانسو سبيسيالمون تاع لا بورسولان ولا لا فيتريا، على خاطرش هاد الالوان اي سون اليمونتير دونك غذائيه، دونك ما نقدرش نجي ونستعمل دوطخ بانسو ابار ديالهم. هايديك دونك انا نحيد شويه هنا في لا باليت تاعي، ونستعمل ديريكتومون اللون كيما راهو. دونك ولا صبتوه ثقيل، هنا دي فوا كاين وين لا كولور تاعنا تبدا تتقال شويه. هنايا عندكم الحل تاع تحطوا الديليون، دونك فوزافي ان ديليون هاوليك لو ديليون اللي يجي معاه، هذا الديليون نقدر نستعمله بور ديلوي لا كولور ديالي، ماشي معناتها راهو اباز دو كو انا نحط الماء نو. دونك ما لازمش ندير له الماء، لازم ندير الديليون اللي يجي معاه. دونك كيما دوكا نشوفوا شويه ثقيل باسكو كوميم سي اون كولور ناكري، دونك سي توت افي نورمال دي شويه ثقيله. دونك ندير لها ان تي بو تاع لو ديليون هكذايا، على هذه الطريقه ندير شويه ديليون. ديليون باز دو كي نقول ديليون سي الديليون تاعو، اتونسيون ماشي الديليون لو يتباع هكذاك على برا، توجور لا ميم غام بي بي او ديليون ديالو. دونك ولا استعملت الديليون استعملت اللون بورسولان نستعمل ديليون تاع بورسولان، ولا استعملت الفيتريا نستعمل لون فيتريا دونك بيان سور ديليون تاع فيتريا. هكذا على هذه الطريقه نحكم لو بيان سور لو تور، كنت لاحظوا بلي التور يسهل لي في الخدمه. دونك نقدر ندير دي تري جولي زيفي ان فيت رامبيساج يجي شباب. هكذا نتوما في الدوله ما قدرتوش ما عندكمش هكذا معليش ديروا بليبونج ايبونج تبداو تابوتي، بصح ما يخرجناش لو ميم زيفي، مي معليش نقدر توجور ندير اون كولور بليبونج. دونك هذا كنت لاحظوا بلي سي اون كولور بزاف شابه رايحه في لاناكر، عجبتني بزاف. دونك راح نخدم بلا بورسولان، من بعد في لي كويسون ما نمدهمش كيف كيف، يعني اللي خدمت بلا بورسولان يطيبوا وحدهم، واللي خدمت بالفيتريا يطيبوا وحدهم. دونك فوالا على هاد الطريقه راني ندير في لابليكاسيون دي كولور، من بعد لابليكاسيون دي كولور نخليه ينشف شويه برك، ومن بعد نبدا ندير لي غوزاز تاعي. دونك نتوما واش حبيتوا ديروا، تقدروا تستعملوا لي بانسو غوم، هادو لي بانسو اللي مازال ما شفناهمش مع بعض، مي عندي دي تري جولي بانسو سكولتور هكا غوم، نقدر ندير دي تري جولي بوتي ديسان. دونك نجبد الالوان بها ندير هكذا قبل ما تنشف، نجي ندير دي تري جولي بوتي ديسان هكذايا من فوقها، من بعد ندير لي فلوغ تاعي. دونك نوريها لكم كيفاش خرجت هكذايا. دونك فوالا سكو سا دون بلو بانسو غوم، يعني راح يقومي لكم يجبد لكم الالوان، مي طونكو مازالها ما نشفتش هي، ولا نشفت سي فيني ما نقدرش ندير لا ميم تكنيك. دونك نعاود ندير من جهه واحده اخرى،
نمسح لو بانسو غوم. من بعد على فان نجي ندير لي غوزاز تاعي، دونك نعطي لها الوقت دو سيشاج وندير حط لي فلور تاعي. ولي فلور راح نستعمل الابيض، نقدر ندير الغوز ولا البلو بوركوا با، فيولي كما حبيتو، ونخدم الوان ستروك في الوسط. دونك فوالا على هذه الطريقه راني حنكمل هكذا. راكو تلاحظوا بلي هذايا سي لا بورسولان 150 درجه، شابه بزاف، سي دون لا ناك. وعندكم دوطخ كولور كيما لا بورسولان دون لو روز، دونك نتوما خيروا اللون اللي حبيتو. انا خيرت هكذا من التحت، نخليه نشوف باسكو لازم لي ام تي مومون دو سيشاج باش نقدر نجي ونخدم معكم لو وان ستروك. دونك نتوما بيان سور روحوا، انا توجور نقول لكم مرحبا بكم، اروحوا ديروا معنا لي زاتولي، راح تتعلموا بزاف حوايج مع بعض. حاجه حبيتي ديريها وحدك تقدري ديريها. كنت تلاحظوا بلي اني نشري لا فيسيل بزاف سامبل وندير لي سيرفيس تاعي وحدي في الدار، اي ميم طون نتوما ثاني تقدروا ديروهم. دونك روحوا ديروا الورشات اللي راهم يتنداروا في كاع المحلات تكنو، دونك تو لي بوين دو فونت تكنو كاين ورشات هكذايا فيفونت. والادوات اللي استعملتهم لا بورسولان 150 درجه لا فيتريا 160 درجه تصيبوهم في المحلات تكنو ان شاء الله. دونك فوالا انا حنكمل هكذا، لازم لي ام تي طون دو سيشاج ما نقدرش نخدم كلش. خذي راحتك خذي راحتك، نكمل طون دو سيشاج نخدم لي غوزات ونوريه لكم على فا ان شاء الله. يا رب شكرا لك امل. شكرا ميرسي. مشاهدينا انتم نقول لكم نخلوكم مع هذا النغمه الموسيقيه وبعدها نروحوا على فاصل. راني قاعده نشوف الاخبار هنايا، كانت امل تشرحها، يعني اخبار متعلقه بغزه وهنا في الجزائر، يعني قولوا ديما ان شاء الله ربي يجيب الخير ديما يا رب. يلا أمين. فاصل. يلا فاصل. يلا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، نعود نرحب بكل الناس اللي دائما تختار سميرة تي في في كل صباح من 8:30 حتى 10. كنا استمتعنا مع بعض بفيديو كليب منال حدلي في فوازير تاع العام اللي فات. وي بيان سور، الاكيد انه اللي يميز لي كليب كاع تاع منال هو هذوك الازياء التقليديه، اي سا في بليزير. تاع فوازير باش نحكوا. فوازير وي بيان سور. لا لا اون جينيرال انا نحب لما نشوف انايا الفنانين الجزائريين وحتى المشاهير الجزائريين بالذات يسوقوا بواحد الطريقه جد مميزه لكل عاداتنا وتقاليدنا، وخاصه بما تعلق بالزي التقليدي اللي كنا شفنا واحد الحملات سابقه كانت كما نقولوا برزت هذيك الازياء التقليديه باللي انها من التراث الجزائري. أكيد أكيد هي إرث حضاري وثقافي، لازم على كل واحد فينا كما يقول لك لازم كلنا كجزائريين نحطوا اليد في اليد باش نحافظوا عليه ونروجوا له. وما كانش غير الزي التقليدي في الإرث الحضاري. كاين كلش. كاين كلش. كي كاين كلش ما راحش نتكلم فيه لا أنا لا أنت، راح تتكلم معنا. أكيد راح تتكلم معنا فيه سيدة وهيبة حمودة منظمة الملتقى الدولي للحفاظ على الإرث الحضاري. صباح الخير، مرحبا بك. صباح النور، نشكركم على دعوتكم لنا. صباح الخير على مشاهدينا الكرام. راكي منورت لنا البلاتو. الله يسلمك. مرحبا بك، منورة بكم وبحضوركم معايا. طيب حابينك تتكلمينا. هي شوفي ما نكذبش عليك، عادة لما يكونوا هكذا ملتقيات احنا نبريفيريو انه نديروا التغطية باش كي نشوفوه باش نتكلموا عليه، ولكن مرحبا بك، احكي لنا واش راح يكون في الملتقى المقبل ان شاء الله بعد أسبوع. هي الطبعة الأولى عملت صدى كبير، كانت طبعة بامتياز وكانوا فيها صحافة ونتكلموا عليها صحافة تاني، توجونا دي زيترونجي من كانوا عندنا دي زيترونجي من مصر ومن تونس. وهذا الطبعة راح يكون فيها أجانب كتار ولي فريمون تحمسوا باش يجوا للجزائر ويشوفوا بلادنا ويشوفوا تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا. وشكون هما وهبة؟ عندنا أولا نقدر نقول دولة فلسطين، عندنا وفد من فلسطين راهو جاينا وهو كوفد ضيف شرف. ضيف شرف درنا ضيف شرف. عندنا ثاني توفد من تونس، مصر، ليبيا، لبنان، الأردن، من السعودية. تقريبا كلها دول عربية. رانا نشوفوا هذه الفيديو، يا ريت نعاودوا نرجعوا لها فقط. الفيديو الأزياء التقليدية الجزائرية عملتوها كديفيلي دو مود. عملناها كديفيلي دو مود كديفيلي دو مود. دونك هذا العام إن شاء الله هو التراث الجزائري هو هويتنا، ما نقدروش ننساو على هويتنا، الماضي تاعنا هو يعبرنا في يعكس التاريخ ديالنا، يعكس نقولوا الثقافه اللي كانوا يتميزوا بها جدادنا زمان.
اكزاكتومون. دونك حنا فكرنا ان نديروا ملتقى اللي يضمن كامل هاد تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا في جميع المجالات. وعندنا السهره الاخيره ان شاء الله راح يكون عرض ازياء كبير بلباس تقليدي. اه داكور. دونك وهبه ما راحش يقتصر الامر على نهار واحد، حيكونوا ايام؟ لا هو راح فيه خمس ايام اكزاكتومون، 5 جوغ. عندنا يومين فيهم دراسات او ورشات، نقولوا ورشات راح نهضروا. طيب في الورشات واش راح يكون فيها؟ الورشات راح يكون فيها راح نتكلموا على التراث وعلى الارث المادي والغير المادي. راح يكون فيها دي بروفيسور اللي راح يهضروا على كامل. حيكونوا اساتذه جزائريين وهبه؟ نعم جزائريين. دونك جانب تاريخي وصول. جانب تاريخي، جانب توسك انا هيريتي دو نو غران بارون. فوالا. دونك وهبه بالنسبه للاساتذه راح يكونوا اساتذه في التاريخ ولا اساتذه؟ بصح حنا نعرفوا بما انه رانا نتكلموا على الارث الحضاري حنتكلموا على لا كويزين الجيريان، يعني الطبخ الجزائري والمطبخ الجزائري، حنتكلموا على الازياء التقليديه، حنتكلموا حتى بالنسبه كما البقالات والامثال الشعبيه لانها تدخل في الارث غير المادي. الغير المادي هذوما كامل، والمادي المادي هو المعالم التاريخيه. عندنا تيم قاد، عندنا دايوغ اليونسكو صنفت 7 معالم هنا في الجزائر. أكيد. اللي هما تيم قاد، تيبازا، الغردايه، القصور تاع غردايه، قصر في مسيله تانيت. يعني الحمد لله الجزائر هي أنا في الخمس ايام هذوك. واش راكم راح نديروا انتم؟ تدوهم زياره الى هذه المعالم لا ولا؟ لا لا راح نديروا ديجا لي دو جور، راح نكونوا دي جورني سيانتيفيك. Et les autres jours, il y aura des master class en beauté. Les annuels, les bases تقليدي لو كان ما نزينوش العروس تاعنا، اللي بس تقليدي ما راحش يعطي، يعني حنزيدوا له لمسه بال يعني بالتزيين العارضات. الاكيد وهبه راح يكون كذلك بما انه هذا الملتقى دولي وراح يخص بالدرجه الاولى الزي التقليدي كما شفنا في ختام الحفل الختامي لاكتيفيتي تاع لاني باسي او الطبعه الاولى كما قالت اسماء. راح تتعاملوا مع مصممين جزائريين حيكونوا حاضرين؟ نعم راح يكونوا معنا مع مصممين، شاركوا معهم، مشاركين معنا مصممين اللي حنعرضوا. كاين عندنا تانيت اللي حنعرضوا الحلويات التقليدية. تانيت وعندنا نشكر تانيت الحلقات اللي راهم مساعديننا في هاد ليفينمون اللي رايحين يحضروا ورايحين يشاركوا معنا وراهم كثر. طيب بالك انني ندخل في واحد التفاصيل رياض، لاخاطش علاش ما يهمني انايا ان تقولوا الارث، يعني سورتو اني نركز على المطبخ الجزائري. الكثير من الدول العربيه اللي تكلمت عليهم راح يكونوا حاضرين ان شاء الله من خلال الطبعه الثانيه لهذا الملتقى الدولي. بالنسبه للحفل الختامي كذلك اطباق جزائريه تكون بامتياز؟ لا راح يكون حنديروا عشاء فاخر ان شاء الله، راح يكون دي بلا تراديسيونيل بيان سور واللي بس تقليدي. وعندنا تنيت المغنيين، اخترنا مجموعه من المغنيين اللي حين ينشطوا هذا الحفل، من بينهم ان شاء الله عبد القادر شاعو. جميل، تحيه كبيره لان من المحبين ديالو استنى الكبير، قامه من قامات الجزائر معنا ان شاء الله في العبابسه ان شاء الله. صديقه يعني رياض وجونا تحية طبعا بالمناسبة من المنبر معنا ان شاء الله يعني سامي زرياب والاندلس ان جروب داندالو فن واصاله ان شاء الله. واصاله تري بيان. شوفي مدام كما يقول لك الغايه من هذه الملتقى من هذا الملتقى هو انه راح نروجوا لتراثنا ولارثنا الحضاري من خلاله. انتقاء المصممين اللي راح يشاركوا كيف كان؟ يعني بصوره عشوائيه ولا اي انسان يجي يدفع هذيك كما يقول لك شحال لازم باش يشارك معكم؟ كاين نحكوا بصراحه؟ لا لا بصراحه لا، انا نقيناهم باسكو لازم يعني حضرت ديجا يعني ان ايفينمون وين اللباس التقليدي راح كامل خدا ميول اخر. فهمنا عليك، حبي يولي مودرن بزاف، مودرن مي مودرن ليكستريميتي، يغطى على الهويه الاصليه تاع اللباس. نعم تلقى تغييرات فهمت عليك وهبه. ما انه حنا انا ماذا بيا نحب اللباس التقليدي المحض يعني اللباس التقليدي وتاع زمان. فوالا ميم لي جاتو ما تراديسيونال جو فاك لي جاتو لازم يكونوا فريمون تاع زمان، سينو كي كل ما يكونوا مودرن سا دون با فريمون انفي لي
صافي بليزير وهبه، حنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ويكون صدى اكبر من الملتقى الاول. حابين نعرفوا وقتاش راح نديروه وهبه؟ الملتقى ان شاء الله راح يكون من 23 حتى ل 27. يوم 27 حيكون الاختتام، يكون حفل كبير بعشاء وعرض ازياء. راح يكون مفتوح لعامه الناس؟ لا، انا دي زانفيتاسيون سبيسيال، ما نقدروش نفتحوها لعامه الناس يعني، واللي حاب يشارك مرحبا به بيان سور، ينوز ابل سولمون اي كونتاكت لالا داويا. مي سينو هذا الملتقى راهو برعايه وزيره الثقافه اللي نشكرها من هذا المنبر اللي دارت فينا كونفيونس وعطتنا على الرعايه تاعها. تعرفي وهيبة، قبل ما نختموا معاك يا ريت لو انه حتى بالنسبه لوزاره السياحه كان داخل معاكم في هذا الموضوع، لانه الامر لا يتعلق فقط غير باش نوروا التقاليد ديالنا. انت قلتي اشرتي الا انه راحين يكونوا الحديث كذلك على معالم تم تصنيفها عالميا من قبل منظمه الناس. انا اون كونتاكت معاهم جوستومون، راحين بريباريو كالكو شوز اون كومون. يا ريت انه يكونوا يتنقلوا لتلك المعالم، مش غير نحكوا لكم عليها، نحكوا لهم عليها ولا يشوفوا دي بروجيكسيون. نعم الاجانب يعني طلبوا مني اني نشوفوا لهم كيفاش يقدروا يتنقلوا ويشوفوا يعني يشوفوا الجزائر ويديروا سياحه فيها ثاني، لانهم عمرهم ما جاوا للجزائر. بيان سور راح ينبهروا وهبه، اذا حنا رانا عايشين في الجزائر وساعات لما نمشوا لهذو المعالم والله ينبهروا. صح، روعه روعه. ما يعني بلدنا جميل جدا وان شاء الله نحافظوا عليه حنايا ان شاء الله. عندنا تقاليدنا وعاداتنا يعني لي 58 الجزائر قاره، بو موا الجزائر قاره. لي 58 ولايه، كل ولايه تختلف تقاليدها في عاداتها في اكلها في لباسها في باب في الهضره تاعها. دونك الجزائر كبيره. وهيبه نزيد لكم كفكره، يمكن انها جاتني دوكا في بالي. يا وهيبه دوكا غير تزيدوا تدرجوا بالنسبه للاعراس التقليديه ديالنا، ديروا في الحفل الختامي عرس تقليدي من كل ولايه، لانه ما شاء الله احنا نقولوا الجزائر راهي قاره. واي نوت ان شاء الله، وعلاش لا، لا ماذا بينا نزيدوها في الافتتاح. وجيبوا سعداوي يلبسوا لها الوسم. لا ولا نحضروا صفقه. الي بال دونك ربي يحفظك وهيبه. اون فيت في لوفيرتور رانا راح نديروا ان شاء الله، كاين زرنا في لوفيرتور، زرنا مع راقصة البالي العاصمي. اي اون فا ايسيي دو فير كيلك شوز جوست بور لي زاتيري، نبهروهم لو بروميي جور ديجا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك وهبه حموده مناظمه الملتقى الدولي للحفاظ على الارث الحضاري. شكرا شكرا لك، ان شاء الله الله يسلمك. هذا الملتقى طبعا اللي يعنى بالارث الحضاري، واكيد هي المستفيده رقم واحد منه هي المراه، لانه هي اللي تلبس هذا اللباس التقليدي، فمم الرجل لما يشوف الجمال الجزائري يكون مستفيد. ولكن مادام تكلمنا على المراه، كان تم تنظيم ملتقى، ماشي ملتقى، يا صالون، وش اسمه؟ هو الطبعة العشرين لصالون المرأة واللي نظمته إيف. يلا مشاهدين حنا ما نطولوش عليكم، راح ندير لكم اي مقدمات ني والو، فريق الإعداد دار لكم هذا التقرير أو هذا الروبورتاج، نروحوا نشوفوه من بعد نعلكم. يلا. مكلفة بتنظيم معارض المركز التجاري العالمي وتريد سنتر. نحن اليوم نحتفل بالطبعة العشرين لصالون المرأة إيف. الصالون هذا متواجد منذ 2005، منظم من طرف الوتريد سنتر. سعيدة بالبزاف هاد السنة، وهذا شرف لي أني نكون سفيرة الطبعة العشرين لصالون إيف للمرأة. هذه الطبعة العشرين اللي رايحة تشهد تشوف قافلة إيف في العديد من المناطق الجزائرية، بدءا بالجزائر العاصمة من 2 إلى 8 مارس في لاسافيكس، وبعدها في عندنا قسنطينة في شهر ماي، وكذلك بسكرة في شهر أكتوبر. دونك شو الريسبونسابل دو وورلد تريد سنتر دالجي. دونك سي تري بيل سواري، يافي بوكو دو بارتيسيبون، دونك دي فيتور اكسبوزون او سالون إيف كي اورا ليو دو 2 او 8 مارس 2023. مساء الخير، معكم بزاوية نبيلة ستيليست دو لا ميزون سميرة اوت كوتور. دونك جو سوي تري كونتونت لي شاركت اليوم. ايل مون شوازي، جو سوي تري رافي ايل مون شوازي بور بارتيسيبي لهاد ليفينمون بريزونتون
لا نوفيل كوليكسيون ديالي اللي جبتها لهم اليوم اون اكسكلوزيفيتي، مازال ما بانتش ان شاء الله حتى لرمضان في ليميسيون تاع قاعدتنا الجزائريه. مي انا حبيت اليوم باش نمثل المراه الجزائريه وبكل فخر جي با ايزيتي بور بريزونتي هاد لا نوفيل كوليكسيون اليوم. السلام عليكم. احنا شركة بروتيليس، شركة انتاج مواد تجميل ومستحضرات العناية الجسدية. تكرمنا في الطبعة 20 صالون اف، هو المعرض اللي قدرنا نعرفه بالشركة ديالنا وباسم الشركة للمواطن والمستهلك الجزائري وخاصة المرأة الجزائرية. باش نحتفلوا بالشمعة العشرين لصالون اف، هذا الصالون اللي دعم المرأة، المرأة العاملة، المرأة الماكتة في البيت، الأخت، الأم، الصديقة، الزوجة، البنت، وإن شاء الله نتمنى طول العمر لصالون اف. وشكرا لحضوركم. هذه الطبعة راح تكون فقط يعني وصلة، لأن المعرض راح يكون من 2 ل 8 مارس في قصر المعارض، ككل سنة يعني يجمع أكثر من 100 مشارك في جميع المجالات التي تتعلق بالمرأة. On sera encore là pour fêter le 25e anniversaire. Voilà, inshallah, oui, Rabbi كتبها, inshallah, on est encore là et on fera encore mieux. Voilà. جميل جدا لما نشوفوا هكذا صالونات تاعنا بالجمال تاعنا الجزائري وتراثنا. سورتو دوكا يا رياض، عبالك مع التكنولوجيا اللي لحقنا لها وليزيفي سبيسيو اللي لحقنا لهم، عبالك واش معناتها واحد يسرق لك توني تراديسيونيل تاع بلادك اللي عندها قرون وقرون ويقول لك باللي ديانا، بيسك علاش في وقت مضى انه الجزائر كانت مغيبه بسبب ظروف داخليه للاسف، فصارت هذاك نوع من سرقه التراث الجزائري وتم نسبه لعدد الناس كلها على بالها واش عندنا والحمد لله. لا ماشي غير دوله واحده، باش نكونوا صراحة كاين دول اخرى اللي نسبت حتى لها الاطباق الجزائريه التقليديه وقال لك اطباق شعبيه تبع عليها. يلا نروحوا الامل اي تايسا نشوفوا راهي واصله في الطبق واش دارت التقليدي المعاصر بوغ اون فوا واش تقليدي مودرن دوماج. دونك فوالا انا كملت لاسيت تاعي هايليك، قلت لكم لازم لي ان طون دو سيشاج برك باش نقدر ندير الوان ستروك. هانيك زدت لها شويه ثاني تاع لو سيرن، دونك تو سكي سيرن ميتاليك دونك بيرل. الالوان اللي استعملتهم هما الالوان بورسولين 150 درجه، وي لا بورسولين 150 درجه تروح فوق الزجاج ثاني ونطيبها على مده 35 دقيقه 150 درجه. دونك لاسيت لا دوزيام درتها لا بلو سامبل باسكو خيرت التحتاني ان بو بلو الفوقاني بلو ليجي كو لو با. دونك فوالا هذا هي التقنيه تاع اليوم، ان شاء الله نتوما وحدكم ديروا هاد لي بيان سور لا فيسيل تاعكم في الدار. يعطيك صحة أمل، شكرا. ما نقدروا لكش أمل تو سامبلومون والله. من الفوق نضل أنا ني نسنى وقتاش يخلصوا الأفكار تاعها والله ما يخلصوا ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله ما يخلصوش. يعطيك الخير أمل، نلقاوك إن شاء الله في غدوة أكيد بحول الله. أنتم مشاهدينا الكرام العزاز ديالنا راكم باقيين معنا الأكيد بعد ما شفنا النتيجة النهائية لأعمال أمل. نروحوا لطاولة التقديم ولكن قبلها نهدو لكم هذه النغمة الموسيقية. نقول لكم مشاهدينا الكرام اوفياء برنامج سميرة مورنينغ العزاز ديالنا كيما جرت العادة الأطباق النهائية مع الشيف أسيا. يعطيك الخير. الله يسلمك. عاد نذكرهم لي كروكيت تاع القانون، ما درتهمش لي كروكيت كامل عندهم هذوك لي مول تاع لي دونات ولا الكيكعات ولا بما دام راهم مقيوسين يجبدوهم ويديروا بهم هال حاجه جديده. اي حاجه جديده جمدتهم من بعد قليتهم فلاشا بلور والبيض
وتجاوبوا باش خرجوا بهذا الاشكال بهذا الشكل اي باش ما يقولوش كيفاش هذا الشكل راني نقول لهم كيفاش. وهي الكيكه تاع التمر صحيه جدا اي في شكلها الاخير اي زينتها بالتمر باش تبان باللي تاع التمر. يعطيك الخير الله يسلمك. شكرا لك. الله يسلمك. امل شكرا لك انت كذلك. انا شدتك معايا حتى رمضان ان شاء الله. دونك مشاهدينا الكرام بعدوا الاطباق الزينه وجوهكم الزينه ووفائكم للبرنامج ونقول لكم تهلاو في روحتكم تهلاو وخلينا لكم الصحه والراحه. نحبكم ونموتوا عليكم. سلام. سلام.